بغيت نقوله هو خص تكون عندنا خص الشباب ديالنا تكون عندنا تكون عنده واحد يكون يفتخر ببلاده يكون يفتخر ببلاده ويكون عنده على الاقل بعدا واخا تكون غير موديول ديال 30 ساعه ولا 40 ساعه خصو يعرف. انا كنتكلمكم مثلا على التراث الموسيقي ديال المغرب. انا ما عنديش عقده، انا عندي الموسيقى المغربيه مانيفيك، كنسمع ليها من الاول حتى الاخر، كنسمع من الملحون، نسمعوا الشيخات، وكاين شيخات فيهم كل بلاصه واش فيها، وكنضحكوا جا كنقولوا الشيخات وكنضحكوا الو كنا فيها الو انا درتها في القضيعيات اسيدي، خصني نفتخر بها، خص ولادنا يفتخروا بالموسيقى ديالهم، من ناس الغيوان وجلاله، من الحسنيه، من الملحون، من الاندلسي، من ريافه، من هذا الشيء، هذا التراث هذا راه فخر، راه مفخره للبلاد. وماشي تنقولوا حقاش غير موسيقى، راه موسيقى كتفتح العقل، ملي الانسان كيدير ملي كيدير رسم ولا كيدير، راه ماشي انا مابقاش كنسميه غير زايد. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.